حتى تبتعد عن التعصب، والتعصب عمره ما راح يكون ويانا، لان عمر الرياض ينتظركم بالملعب على اذاعه ريدو اف ام 99.3. حكيم شاكر مدربا للسويق العماني. فوز الطلبة وأمانة بغداد وتعادل نفط الجنوب مع الزورة. الكهرباء يكتسح زاخو في مستهلي الدوري السلوي الممتاز. وخيخ يعرقل سير إشبيلية نحو الصدارة. بكرة القدم كل الأعصاب تسترخي لما فريقك يجيب الجول. أقول الله يا صدى الملاعب. وبالسلة تنقطع أنفاسك لما تصير مرتدة. وهذا حال كل الألعاب الرياضية. حماس، شغف، نشاط. تابع التقارير والأخبار الرياضية في الملعب. الملعب مع أريدو. مساء الحب، مساء الخير، مساء الانتصارات على جميع مستمعي إذاعة ريدو فم على الموجة 99.3، وبالتأكيد وياكم برنامج الملعب. هذا البرنامج اللي راح يكون بي وياي المخرج الرائع أمير علي. وأيضا خليني أنوه من البداية أنه اليوم راح يكون محور حلقتنا عن الدوريات الأوروبية، جماعة ريال مدريد، جماعة برشلونة، خصوصا انه ريال مدريد لحد الان متعادل ويا يعني في الدوري الاسباني، وبرشلونة راح يلعبون بعد ساعتين، وجماعة الدوري الانجليزي، واليوم الدوريات مشتعلة. قبل كل الاخبار اذكركم، قبل لا ندخل في اخبارنا السريعة وتقاريرنا لهذا اليوم، اذكركم بارقامنا اللي يحب يتواصل ويانا، وراح اذكركم ايضا في وسط البرنامج عندما نفتح الاتصالات حضروا موبايلاتكم حتى تسجلون أرقامنا وتتصلون على برنامج الملعب. يعني الأرقام انت كل شوي شنو الأرقام؟